إيران فاجأت بريطانيا والدول الأوروبية بأكملها بضبطها لشبكة جاسوسية تعمل في الداخل الإيراني، ومن ضمنها عنصر مهم جدا بريطاني كان موجودا بحسب الإدعاءات الإيرانية. ونشرت هذا المقطع المصور الموثق بحسب طبعا الكلام الإيراني لهذه الشبكة وهي تعمل، الشبكة التجسسية وهي تقوم بعمليات التجسس في الداخل بطائرة مسيرة كما هو واضح، يراقبون هذه المجموعة. وكان واضحا من التصريحات الإيرانية بأن نائب السفير البريطاني في إيران هو الذي كان يجمع التربة من هذه المنطقة بمنطقة محرمة، منطقة محظور عليها أن يتواجد فيها، أخذ عينة من التراب في هذه المنطقة التي قالت إيران بأن كانت هنالك تجارب صاروخية تجري هناك، وعلى هذا الأساس قاموا إلقاء القبض عليه وعلى المجموعة الغربية. نشروا صورهم، نشروا جوازاتهم، نشروا محادثاتهم على الواتساب، وطبيعة تجميع كما نلاحظ العينات التي كانوا يبحثون عنها. وبالتالي وعلى هذا الأساس إيران اتخذت إجراء كبيرا جدا هنا ضد الغرب، تفاجأت به بريطانيا وتفاجأ به العالم بهذه التفاصيل التي نشرت بهذا الشكل بالتأكيد. وبعد ذلك وكالة فارس الإيرانية قالت بأنه تم ببساطة عملية حقيقة ريليس للنائب السفير البريطاني، مباشرة قاموا بإطلاق سراحه بعد عملية إلقاء القبض كونه دبلوماسي وغيرها من هذه التفاصيل. ولكن سرعان ما ردت بريطانيا على هذا الموضوع، صدر بيان مباشرة من قبل الخارجية البريطانية التي أكدت بأن كل ما نشر من قبل الإيرانيين هو عبارة عن فيك نيوز، عن أخبار مزيفة وغير صحيحة أبدا. بل سرعان أيضا ما جاءت عملية تسريبات مهمة للغاية من شخص موثوق في صاحب وملك التسريبات وهو باراك رافيد، الذي وضح بشكل واضح عن طريق تويتر بأن دبلوماسيا غربيا أيضا أكد له بأن هذه أخبار غير صحيحة وأخبار كاذبة، بل إنه أضاف له بأن نائب السفير البريطاني في إيران هو أساسا غادر إيران منذ أكثر من شهر، والضربة القاضية كانت قادمة من السفير البريطاني في إيران بنفسه وهو سايمون شيركليف، وقال الآتي: التقارير عن اعتقال نائبي مثيرة للاهتمام لأنه غادر طهران في ديسمبر الماضي. وهنا وضعت الأسئلة عن إذا إن لم يكن نائب السفير البريطاني موجودا في هذه العملية وبحسب هذه التصريحات، إذا من هؤلاء الذين ظهروا بهذه الصورة وبهذه المقاطع المصورة التي نشرتها إيران وافتخرت بهذه العملية؟ هنالك مصدر مختص في المسائل الإيرانية وهو يعطي تسريبات دقيقة للغاية، وهو بيكسل طبعا على تويتر، وقال الآتي عن هؤلاء: قال هؤلاء الأشخاص دخلوا إيران بدعوة من جامعة للأبحاث الجيولوجية، وبعد أخذ عينات بين قوسين وهي وظيفتهم العادية تم إلقاء القبض عليهم. كانت هنالك أيضا تصريحات بولندية ونمساوية عن طبيعة التسريبات بأن هنالك أوروبيين من بولندا ومن النمسا هم موجودين من ضمن هذه المجموعة ومن ضمن هذه الصورة. ولكن هنالك تفصيلا مثيرا تحديدا فيما يتعلق بالبولنديين، إذا ما ركزنا على صورة هذا الرجل واقتربنا منه قليلا ولاحظنا طبيعة شكل شعره وكذلك الذقن والذقن الذي يمتلكه طبعا بهذا الشكل الذي تلاحظونه، وكذلك لون البشرة الخاصة به تشبه تماما ويشبه تماما وقريب جدا من شكل هذا الرجل الذي ظهر على إيران انترناشنال اليوم، تحدثت عنه بولندا وتحديدا رئيس جامعة مهمة جدا وهي جامعة نيكولاس كوبرنيكوس البولندية، قال بأن هذا الرجل هو عبارة عن أستاذ بولندي في هذه الجامعة التي ذكرتها لكم، وهو أساسا تم إلقاء القبض عليه في ديسمبر من العام الماضي وحكم عليه بثلاث سنوات، هو وأستاذين اثنين، ولكن الأساتذة البقية قاموا بإطلاق سراحهم، إيران أطلقت سراحهم وبقي هذا الرجل في الحجز، والآن إيران تحدثت عن هذا الرجل. وبالتالي بهذه التفاصيل لهذا الرجل الذي ظهر بهذا الشكل من هذه التصريحات من التواريخ من كلام السفير البريطاني الموجود في الداخل الإيراني، يتوضح تماما والواضح بأن هذه الصورة على الأقل هي يبدو بأنها صورة قديمة للغاية. الإعلان الإيراني جاء بتوقيت مثير للغاية، هو يأتي بعد أقل من أسبوعين من ثورة كبيرة جدا جرت في الاستخبارات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، ونتحدث عن عملية استبعاد كبيرة تمت في 23 من يونيو الماضي لهذا الرجل حسين طائب، تم استبعاده تماما من رئاسة استخبارات الحرس الثوري وتم تعيين محمد كاظمي، وذلك بسبب العديد من الخروقات التي جاءت في الداخل الإيراني.
الإيراني اغتيالات كبيرة جدا طارت كل هؤلاء من ضباط في الحرس الثورية الإيراني وكذلك علماء مختصين في الصواريخ البالستية وطائرات المسيرة، ولذلك على ما يبدو بين هنالك زخما إعلاميا ورفع للمعنويات لرئيس الاستخبارات للحرس الثورية الإيراني في ظل هذه المعلومات بأن هنالك عمليات قوية جدا إيرانية من استخبارات الحرس الثورية الإيراني تجاه الجواسيس. بكل تأكيد الإعلان الذي قامت به إيران يأتي أيضا بعد ساعة واحدة فقط من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة فرضت على كيانات وأفراد إيرانيين موجودين أساسا في إيران وكذلك أفراد موجودين في سنغافورة وأيضا في فيتنام مختصين بالأمور البتروكيميائية والنفط وتصدير النفط الإيراني وتهريبه بحسب طبعا منظور الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين وإلى غيرها. فرضت هذه العقوبات، والعقوبات هنا تفرض في ظل تأخر كبير وتعثر كبير للمفاوضات النووية. كذلك أن إيران اختارت توقيتا مثيرا للقيام بهذا الإعلان وتحديدا عند ذكرهم إلى نائب السفير البريطاني بشكل خاص. هم اختاروا هذا التوقيت في ظل أن بريطانيا تعاني من مشكلة داخلية متعلقة بالحكومة البريطانية التي يرأسها بوريس جونسون الذي قدم استقالته اليوم. هو استقال من الحزب الخاص به وهو حزب المحافظين وكذلك استقال كرئيس وزراء أيضا وسيبقى حتى الخريف، واختار طبعا حكومة جديدة له، وبالتالي هنالك ترقب كبير لما سيحدث في داخل بريطانيا ومن ستكون الحكومة الجديدة القادمة. بكل تأكيد عملية الاستقالة جاءت بعد العديد من الضغوط التي تعرض لها بوريس جونسون من فضائح وغيرها من التفاصيل والضغوط الداخلية والخروقات التي اتهم بها وكذلك بسبب غلاء المعيشة التي كانت تعتبر أيضا ضربة قاضية للرجل في نهاية المطاف. هنالك غلاء كبير جدا في الداخل البريطاني تأتي إحدى أسبابه بحسب التفسيرات البريطانية من الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت بعملية غلاء كبيرة جدا. إذا ما ذهبنا طبعا بكل تأكيد إلى تريدينج إيكونومكس كي نلاحظ طبيعة التضخم الموجودة في الداخل البريطاني سنلاحظ بأنها وصلت إلى 9.1%. هذا يعني بأن الأمور والغلاء أصبح كبيرا للغاية، نسبة كبيرة بالنسبة لبريطانيا. هذا التضخم هو أعلى من نسبة التضخم الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.6%. وعلى هذا الأساس بالنسبة لإيران هي استغلت هذه الظروف بعملية الحديث عن رهائن الآن غربيين موجودين لديها وقاموا بإلقاء القبض عليهم، والواضح بأنها بطاقة ضغط أخرى تمتلكها وتضيفها إيران إلى المفاوضات النووية من أجل الضغط على أوروبا بشكل خاص من أجل إنجاح العودة إلى المفاوضات النووية، خاصة وأن أوروبا تعلم تماما إن كانت بريطانيا وإن كانت أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي هم يعلمون أي نجاح في العودة للاتفاقية النووية فهذا سيعني عملية الحصول على الطاقة الإيرانية التي بحسب تقارير غربية صدرت مؤخرا أكدت أن أي نجاح في الاتفاقية النووية والحصول على الطاقة الإيرانية فهذا يعني بأن إنتاج الطاقة والطاقة الإيرانية سيزيد من إنتاج النفط في السوق العالمية النفطية بثلاث أضعاف، وهذا ما يزيد الضغط طبعا على روسيا بشكل أكبر، يحسن الاقتصاد البريطاني، يحسن الاقتصاد الأوروبي خاصة إن كان هنالك تعاونا من الخليج العربي ومن مصادر أخرى للطاقة بكل تأكيد. وبالتالي هي مسألة مهمة جدا بالنسبة لأوروبا، وبالتالي إيران واضح تلعب على هذه البطاقة، بطاقة الرهائن الغربيين. ويجب أن ننتبه بأن هذه البطاقة التي تلعب عليها إيران ومسألة الرهائن الغربيين هي مؤثرة للغاية، وأكبر دليل على هذا الأمر هو ما يجري مع بلجيكا في مسألة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المتهم بعملية إرهابية خطيرة كان ينوي القيام بها في عام 2018. هذا الرجل باختصار شديد جدا هو كان على متن طائرته ويحمل قنبلة معه، صدق أو لا تصدق، قادما من إيران بطائرته مباشرة وصل إلى النمسا، وبعدها تمكن من الطيران بالقنبلة بنفسه إلى بلجيكا إلى لوكسمبورغ تحديدا، وبعدها تم إلقاء القبض عليه طبعا في عام 2018. كان الهدف الأساسي منه هو عملية نقل هذه القنبلة إلى أشخاص آخرين والتوجه مباشرة إلى فرنسا وإلى باريس تحديداً.
من أجل استهداف تجمع سنويا للمعارضة الإيرانية لمجاهدي خلق والقيام بانفجار في ذلك الوقت، ولكن ضبطت هذه الأمور، تم إلقاء القبض على أسد الله أسدي وتمت عملية حكمه في بلجيكا لمدة 20 عاما في السجن. الآن إيران تلعب على هذه الورقة، ورقة أسد الله أسدي، بما تمتلكه طبعا من أسرى بلجيكيين، وبدأت تتواصل مع بلجيكا في هذه المسألة من أجل تبادل الأسرى، وبلجيكا بدأت تفكر جديا بإطلاق سراح أسد الله أسدي وإرجاعه إلى إيران، وكذلك إيران تعطيهم ما يريدونه من الأسرى البلجيكيين. والآن الأمور وصلت إلى مجلس النواب البلجيكي الذي هو على وشك المصادقة على هذا الأمر. هذه المسألة جعلت منظمة العفو الدولية أن تشتكي من هذا الأمر وتعترض على بلجيكا كونها هي من إحدى الدول المهتمة في مسائل حقوق الإنسان بشكل عالم، بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية دخلت على الخط في اعتراضاتها على بلجيكا في القبول بمثل هذه الصفقة. نتحدث عن راندي ويبر، وهو أحد أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي في مجلس النواب الأمريكي، الذي أصدر كتابا بهذا الشكل، وهي في الحقيقة رسالة إلى رئيس الوزراء البلجيكي كما تلاحظون هنا. هو وقع عليها هو و12 نائبا حقيقة في مجلس النواب الأمريكي من الديمقراطيين والجمهوريين كما تلاحظون، يطالبون رئيس الوزراء البلجيكي ألا يقوموا بهذه العملية، وأن لا يسمحوا لهذا الرجل أسد الله أسدي الذي يعتبرونه طبعا إرهابيا بسبب هذه العملية أن تتم عملية استبداله بهذا الشكل. وبالتالي الورقة الإيرانية هي قوية وقوية للغاية، ولكن بريطانيا لم تكتفي في مسألة بالرد بالبيانات على ما أعلنته إيران يوم أمس في عملية ضبط هذه الشبكة الجاسوسية التي يأتي جزءا منها بحسب ما تحدثت إيران نائب السفير البريطاني. لا أبدا، فإن وزارة الدفاع البريطانية كانت قد قامت بإعلان رسمي عن عملية هي قامت بها ضد إيران بشكل مباشر وعلى السواحل الإيرانية، والتفاصيل التي جاءت طبعا بها وزارة الدفاع الإيرانية قالت بأن هم يمتلكون طبعا في هذه السواحل HMS مونتروز، إحدى السفن المهمة جدا التي تقوم بضبط الملاحة في هذه المنطقة، وأكدت بالتفاصيل التي نشرتها وزارة الدفاع البريطانية بأن طائرة هليكوبتر من نوع وايلد كات هي التي كانت تراقب الشواطئ التي تأتي بهذا الاتجاه إلى جنوب السواحل الإيرانية، أي بعد مضيق هرمز كانت تراقبها، ولاحظت فجأة بأن هنالك زوارقا قد انطلقت من الزوارق الإيرانية وهي تحمل أسلحة، وعلى ما يبدو بأنها كانت متوجهة بهذا الاتجاه إلى اليمن وإلى جماعة الحوثي. وبعد ذلك، بعد إسناد كبير من مدمرة مهمة جدا أمريكية، جاء الإسناد بعد ملاحظة طبعا البريطانيين هذه الزوارق، جاءت USS Glider بعملية الإسناد أيضا بالمروحيات للبريطانيين، قاموا بضبط هذه الزوارق التي نتحدث عنها السريعة. والمثير بأن وزارة الدفاع البريطانية بإعلانها اليوم الذي يأتي بعد 24 ساعة، قد تكون حتى أقل من 24 ساعة من إعلان الإيرانيين عن مسألة ضبط الشبكة الجاسوسية التي يأتي جزء منها كما تحدثنا نائب السفير البريطاني، إن هذه المسألة وعملية الضبط التي قامت بها بريطانيا لأول مرة تجاه زوارق تحمل أسلحة دقيقة للغاية من قبل بريطانيا تحديدا، هي تأتي بشكل مثير على عملية، وأن العملية قد تمت في يناير الماضي وفبراير الماضي، وبالتالي التوقيت واضح بأنه مقصود من قبل وزارة الدفاع البريطانية. وما وجدوه، نشروا الصور طبعا لما وجدوه بكل تأكيد للقطع التي وجدوها، وكما هو ملاحظ من القطع الموجودة سنستطيع من ملاحظة بعض القطع التي تبدو متشابهة لصاروخ كروز مهم جدا إيراني، وكما نلاحظ من هذه القطع فهي تشبه تقريبا هذا الصاروخ الكروز الذي طبعا هو تم بحقيقة هو صاروخ إيراني من نوع قدس 2 تحديدا، الذي أعلنت عنه جماعة الحوثي كما تلاحظون الإعلام الحربي بامتلاكهم لهذا الصاروخ المهم للغاية. وكذلك والأمر الأدق من هذا هو هذا الصاروخ الذي ترونه في الأرض، وهو سام 358، صاروخ أرض جوي يستخدم في العادة ضد الطائرات المسيرة أو حتى ضد الطائرات بشكل عام، ممكن أن يسبب خطرا على أي طائرة ممكن أن تكون في الجو. عادة جماعة الحوثي هي التي تستخدمها، وهذا يؤكد بأن الزوارق التي ضبطت من قبل البريطانيين هي كانت متوجهة فعلا إلى جماعة الحوثي. ولكن ما هو مثير بهذا الأمر، وعلينا أن لا ننسى نحن في العراق، بأن هذا الصاروخ قد ظهر لدينا العام الماضي، سام 358 في طوس خورماتو كما تلاحظون هنا،
انتشار لا بأس به بالنسبة لهذا الصاروخ بالنسبة للفصائل المسلحة الموالية لإيران. وعلى هذا الأساس نحن أمام تراشق للتصريحات والبيانات والإعلانات والمعلومات حول ما يجري، والسؤال الأكبر ما الذي ستكسبه إيران من هذه المسألة، وهل هي فعلا بطاقة قوية ممكن أن تعتمد عليها للنجاح في العودة للاتفاقية النووية وإقناع الغرب بأكمله بأن عليهم الموافقة، وإلا قد تتوجه الأمور إلى ما هو أسوأ.